Diagnostic et analyse financière. Le plan est un BFA de module. A dit chef, l'introduction, on avait un classement à la module 4 parties. Ou a dit chef, il la partie examen. La première partie, l'analyse de la performance de l'organisation. A dit chef, on a l'état des soldes de gestion. A dit chef, tableau de formation des résultats. A dit chef, la CAF. On chauffe qu'à déclarer traitement de prof l'état des soldes de gestion. On chauffe au exam. La partie 2, analyse de l'équilibre financier. Il y a quand même le bilan fonctionnel. On chauffe au. On chauffe au. On chauffe au. Les retraitements et reclassements qui sont le bilan fonctionnel. On chauffe au les paramètres de l'équilibre financier. Le moment. Le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement, le trésor est net. On chauffe les ratios, les questions de le bilan fonctionnel, on chauffe l'examen. Le partie 3, on chauffe l'analyse de la solvabilité de l'organisation. Il y a quand même le bilan financier. On chauffe avec les retraitements et le reclassement des critères, le bilan financier. On chauffe les paramètres de l'équilibre financier. On chauffe avec les ratios. Les ratios de l'établissement de la bilan financière, je vais analyser les commentaires, on chauffe l'exemple. La partie 4, on chauffe l'analyse dynamique des flux financiers et le tableau de financement. Le tableau de financement, on chauffe la différence entre l'analyse statique et l'analyse dynamique. On chauffe cadalique. Tableau de synthèse des masses du bilan ou un chauffeau tableau des emplois et ressources qui fâche quand c'est bon les éléments de dialogue un chauffeau exemple diagnostic analyse financière je t'aime le diagnostic il y a un cas de tour pour le SAI les 4 semaines de chaleur mais je m'en vais de la halle de dialogue mais bête que dire t'allier l'analyse de la taille ou la défense non ou à tarif mais c'est la mise de la dune de la qui d'ailleurs تعرف لا ستركتور فينونسيير ديالها كي دايره تعرف الارباح اللي كتدخل كي دايره بالمقارنه مع لي زوبجيكتيف فيكسي هادشي كامل غادي يعطيها معلومات عن نقاط القوه ونقاط الضعف ديالها واي مدير ديال الشركه راه بطبيعه الحال غيبغي يطلع في نقاط القوه ويهبط في نقاط الضعف هاد المصطلحات ديغنوستيك او التشخيص كنسمعوه بزاف مجال تاع الطب غادي نربطو هادشي اللي قلنا دابا بالمجال ديال الطب ناخذو لونتربريز سي ونفترضو بلي هي الشركه اللي كندرسو هاد الشركه كتعاني من شي مشكل غادي نمثلو هاد الشخص اللي كيعاني من شي مرض ولكن ما عارفش بالضبط اشنو هو دونك خاصو يمشي لاقرب مستشفى فهاد المستشفى غادي يتلاقى مع طبيب او طبيبه غادي ليه تشخيص ديال الحاله ديالو يعني غدوز ليه على مثلا على القلب دوز ليه على الراس دير ليه تحاليل الدم دير ليه مجموعه من التحاليل علاش باش يكون عندها واحد الباكاج ديال لي زانفورماسيون اللي غادي يمكن ليها تعرف بالضبط المشكل اللي كان عند هاد البيرسون وهكا غادي يمكن ليها تعطيه التريتمون اللي كيناسب الحاله ديالو هاد السيد يتبع التريتمون غادي يولي بخير نفس القضية تبقوا على لا سوسيتي الطبيب في هذه الحالة هو جيستيونير هذا جيستيونير غادي يعتمد بزاف تاع لي زانفورماسيون باش يدرس لا سوسيتي هاد لو بيرسون هما لي زاكتيفيتي ديال لا سوسيتي سواء يكونوا اكتيفيتي اندستريال ولا اكتيفيتي كوميرسيال ولا دوطخ اكتيفيتي هنا جيستيونير غادي يعتمد على لي زاتا دو سانتيز بيلون سي بي سي لي زاتا دو سوليسيون وغادي يعتمد كذلك على لي زانفورماسيون سيكتوريال اي لي زانفورماسيون اللي كتعلقوا بالمنافسين حتى هما مهمين مثلا لا بار دو مارشي ديال المنافسين كي دايره لو بري اللي كي باش كيبيعوا كي داير انطلاقا من المعطيات الى لا سوسيتي مثلا عندها شي مشكل ولا عندها شي بروبليم في شي اكتيفيتي هاد جيستيونير غادي يعطي دي ريكومونداسيون وغادي يعطي كذلك
دي سوليسيون لي بروبليم. هكا غادي تطور لا سوسيتي وغادي تزيد لقدام وغادي تنافس في لو مارشي. دونك لا ديغنوستيك كاين ديغنوستيك انترن يعني وسط السوسيتي كنشوفو المشاكل اللي عندنا وسط السوسيتي، وكنشوفو ديغنوستيك اكسترن كنشوفو لي زانفورماسيون سيكتوريال متعلقين بالمنافسين. هاد لي ديغنوستيك يمكننا باش نجمعو هاد لي زانفورماسيون كاملين. هاد لي زانفورماسيون هما لي كيعطونا نقط القوة لي فورس ونقط الضعف. هنا كنديرو لاناليز ديال المعطيات باش يعطونا نقط القوة ونقط الضعف، ومن بعد كنديرو لي ريكومونداسيون ولا لي سوليسيون على حساب السيتياسيون كي دايرة. L'analyse financière a pour objet de collecter et d'interpréter des informations permettant de porter un jugement sur la situation économique et financière de l'entreprise et son évolution. Comme je viens de faire l'analyse financière, nous avons un jugement de l'entreprise et de la société, ou quand nous avons de l'entreprise ou des informations, dans chaque cas, nous avons une analyse et une bête, c'est où nous avons un jugement. الحالة الاقتصادية والمالية ديال الشركة والتطور تاعها من ليكزيرسيس لوطخ. لانيز فينونسيغ بازي سيغ لانيز اي لانتربريتاسيون دي ريزولتا بورتون سيغ لا ليكتور دي دوكيومون كونطابل اي فينونسيغ. لو بيلون كونطابل لو سي بي سي ليتا دي سولد دو جيستيون المشرع هو اللي فرضهم على الشركات باش تقدم اوبليجي بطبيعة الحال خاصهم يتبعو دي نورم. هادشي علاش هاد لي دوكيمون الا خديناهم كيما هما ما كيعطيوناش واحد الصوره حقيقيه على لا سيتياسيون ديال لونتربريز. داكشي علاش انا خدو هاد لي دوكيمون وغادي نعدلو فيهم على حساب لي تيود اللي غنديرو. بالنسبه للبيلون كنديرو ايتود دي بيلون، سواء تكون ايتود ستاتيك ولا ايتود ديناميك كنشوفها من بعد. بالنسبه لايتود ستاتيك عندنا جوج حوايج، انطلاقا من لو بيلون كونطابل لا سوسيتي كتقد لو بيلون فونكسيونيل. هاد لو بيلون فونكسيونيل كيمكن ليها باش تعرف ليكيليبر فينونسيير ديال لا سوسيتي، و كتشوف لي ريسك لي ممكن طيح فيهم لا سوسيتي الى قدر الله ما تاخذتش الاجراءات اللازمه. هاد لو بيلون فونكسيونيل لو بيرسونيتي غادو هو فبالو راه داير بلي لا سوسيتي راه غاديه لي زاكتيفيتي ديالها، يعني هو كيقاد البيلون فونكسيونيل وكيدير بيه البيلوطاج بحال البيلوطاج، يعني كيشوف الحاله تاع الشركه كل مره قبل ما يوقع شي مشكل. هنا كنهضرو على كونتينيتي ديكسبلوطاسيون، يعني الشركه كتقاد البيلون فونكسيونيل او لو بيرسونتي قاد البيلون فونكسيونيل اون باغي راه الشركه هي خدامة مازال خدامة في زاكتيفيتي ديالها، عكس لو بيلون فينونسيير اللي لو بيرسونيتي قادات لو بيلون فينونسيير هو راه داير في بالو بلي الشركة قدر او غادي طيح دير فايت. كيشوف واش هاد الشركة قادرة تخلص الديون اللي عليها. هنا كنهضرو على واش لونتربريز سولفابل فلوكا ديال ليكيداسيون، فاش كتليكيد على سوسيتي واش داك المونطون قادر يغطي كاع لي ديت لي على لا سوسيتي. الى قادر تنقولو اونتربريز سولفاب. وعندنا ايتود وحده اخرى اللي كنديرو انطلاقا من لو بيلون هي ايتود ديناميك. هنا كندرسو دو بيلون، مثلا في 2020 كندرسو البيلون ديال دي بارت ليكزيرسيس و البيلون تاع لاخر ليكزيرسيس. هنا كنهضرو على لا فارياسيون دي بوست، يعني فاش ناخدو مثلا الترونسبور كمثال كنلقاو بلي المونطون دي بارت ليكزيرسيس هو 100,000 وفي الاخر ليكزيرسيس لقينا مثلا هو 220,000. ناخدو 220,000 ناقص 100,000 غتعطينا 120,000، يعني هاد الكونطرات اوغمونطا ب 120,000. ولكن هاد 120,000 كيفاش غادي نقولوها؟ ممكن نقولو بلي لا سوسيتي شرات واحد المونطير جديد تساوي 120,000 درهم، داكشي علاش اوغمونطا الكونط لهاد الدرجة. او ممكن لا سوسيتي باعت واحد الماتيريال تساوي 100,000 و شرات واحد الماتيريال جديد تساوي 220,000، داكشي علاش اوغمونطا الكونط ب 120,000 درهم. ويمكن بزاف تاع التأويلات. غادي نشوفو هادشي مزيان في
la partie 4 اللي هي او اللي هو طابلو دو فينانسمون ايتود ديناميك كتم عن طريق طابلو دو فينانسمون. لانيس فينانسيير كيتم كذلك عن طريق ليتود دو كونت دو ريزولتا سواء سي بي سي ولا ليتا دي سولد دو جيستيون. كنتمكنو باش نعرفو لا رونتابيليتي ديال لا سوسيتي و لا بيرفورمانس ديال لي زاكتيفيتي ديالها. كذلك كيمكن لينا نقارنو بين دو سوسيتي بالنسبه ليتا دي سولد دو جيستيون. حتى هو غادي نعد لو في غادي يولي عندنا ليتا دي سولد دو جيستيون روتريتي. انا ما درتهاش هاد لي دوني كاملين هما اللي عطيونا واحد ليماج بلو فيديل على la situation financière de l'entreprise et de son activité. L'image, il y a déjà oublié, elle a déjà oublié les questions. Les questions de la société. À savoir, l'équilibre financier, où est-ce qu'il y a la société. L'équilibre, il y a une idée de la solvabilité de la société. Un chef de la rentabilité de la société. On a parlé de deux sociétés. Je connais la société la plus rentable. نشوف كذلك لا كرواسونس لا بيرفورمانس ديال لي زاكتيفيتي ديال لا سوسيتي. و انطلاقا من هاد لي دوني من هاد ليماج كنعرفو لي ريسك لي ممكن طيح فيهم لا سوسيتي و كنحاولو ما امكن نعالجو هاد لي ريسك. الناس لي كيستعملو لانيز فينونسيير هما لي جيستيونير لاكسيونير لي سالاري لي فورنيسور و لي بوك لي هما لي بريتور ou les dirigeants. Le gestionnaire, à travers l'analyse financière, va dire où est la société dans l'équilibre financier, à travers l'équilibre, où est la société solvable, où est la liquidité, où est la rentable, les risques qui peuvent être faits. Ou même le dors de l'eau, maintenant, où est les problèmes, les كتعاني منهم لا سوسيتي ولا اللي ممكن طيح فيهم لا سوسيتي. بالنسبه لي زاكسيونير كيهمهم بزاف لا بار ديال البينيفيس اللي غتجيهم. في الحاله الاناليز فينونسي غادي تمكنهم باش يعرفوا لي سوسيتي اللي كتغينيزي واحد البينيفيس كبير واللي عندها واحد لا بوليتيك ديال ديستريبيسيون مزيانه غادي تستثمر في هاد لي سوسيتي بطبيعه الحال. وكذلك لانيز فينونسي غادي يمكن هاد لي زاكسيونير باش يعرفو لي سوسيتي لي عندهم مثلا نسبة المديونية طالعة و أي اكسيونير مغاديش يغامر ويحط فلوسو في واحد سوسيتي لي نسبة المديونية ديالها طالعة بزاف حيت لي غيسك في هاد لي سوسيتي تيكون كبار. وغادي نشوفو بلي راه ماشي بالضرورة إلا كانت نسبة المديونية كبيرة راه ديك الشركة ماشي مربحة. غادي نشوفو ما يسمى بليفي دو ليفي. بالنسبة لي سالاري كموظف كتكون عندو غالبا عائلة أو كيكون عازل الهم لبزاف تاع الناس. فهاد الحالة لانيز فينونسيير غادي يتمكنو باش يعرف لا كخواسونس ولا كي غادي لا سوسيتي واش غادي مزيان ولا لا. بطبيعة الحال إلا كانت لا سوسيتي مغاديش مزيان راه ماشي تخلص مزيان وممكن فهاد اللحظة لا سوسيتي تضطر باش تإليميني هاد المصاري حيت ما عندهاش منين تجيب مازال فلوس باش تخلص كاع داك الموظف اللي عندها كتحاول ما يمكن تنقص. داكشي علاش اترافيغ لانيز فينونسيير و ليزانفورماسيون ديالها غادي يتخذ القرار ممكن يحط السيفي تاعو في بزاف تاع لي سوسيتي. لي فورنيسور لي بونك لي هما لي بريتور كدعمهم لانيز فينونسيير باش يعرفو لو دوغري de la solvabilité de la société. انا باش نعطي واحد المونطون لواحد لابون لواحد لونتربريز خاصني نعرف بعدا واش ديك لا سوسيتي غترد لي فلوس ولا لا. لي بونك ولي فورنيسور او لي بريتور بصفه عامه تيهمهم لو بيلون فينونسيير حيت لو بيلون فينونسيير هو اللي كيعطيهم واحد الصوره واضحه على لا سولفابيليتي ديال لا سوسيتي. بالنسبه لي ديريجون هما المسؤولين الاولى على لا سوسيتي خاصهم ديما يكونوا مطلعين على هاد الزافورماسيون كاملين. هاكا كنكونو سالينا مع لانتخوديكسيون. الفيديو التاني غادي يكون على
la partie 1, l'analyse de la performance de l'organisation. Ghadi nchoufou l'état des soldes de gestion. Ghadi nchoufou tableau de formation de résultats. La capacité d'autofinancement. Nchoufou les retraitements, les quittes profs. L'état des soldes de gestion. Nchoufou examen de fin de formation. Le financement attache. N'oubliez pas de partager ces données avec quelqu'un qui a besoin de ces informations complètes. كذلك نخلي لكم في ديسكريبسيون نخلي لكم ريزومي ديال هذا الكور ونخلي لكم كذلك دوتر بي دي اف اللي غادي ينفعكم في هذا الموديول.